كانت اونكازا واحد الاعلان ديال باغين واحد 120 من الشباب ديال السيكيريتي، وجاو جات شي 200 واحد مشات لتما التحقت بالاداره ودوزنا لونتروتيا. المهم تهزات منهم واحد 120 واحد، هي هذيك باشرنا سميتو دوزنا لونتروتيا عادي نورمال. من وراها دوزنا واحد لافورماسيون المده ديالها واحد 15 يوم. هذيك 15 يوم من وراها كان عطاونا وعود باننا باش غنبداو ان شاء الله المشوار ديال الخدمه. من ورا ديك 15 يوم كنتفاجئوا بان راه ما كاين والو من داكشي. كنتسناو 15 في الشهر شويه، واحد في الشهر الجاي وصافي، ومشات الامور كما هي. يعني من 15 واحد لمده عام، العام ديال اليوم حنا كنتسناو في داكشي. مني شافوا القضيه تطورات عليهم بزاف وفاتت، يعني قضيه غتوصل بعيد، عطاونا واحد الكونطرا. هذيك الكونطرا يعني كحل بديل بما لقاو هما شي حل يعني باش يسكتونا به. وخويا دابا حنا كنناشدو شي مسؤول يشوف لينا في هذا المشكل ديالنا، لان بنادم هنا راه عام ديال الايام هو كيعاني هنايا. كاين اللي يعني طراو ليه مشاكل في العائله ديالو، كاين اللي بغينا شي مسؤول اللي يشوف فينا بعين الرحمه ويشوف هاد الشباب اللي كيعانيو. كاملين الشباب ديال هاد المنطقه حنا كنعانيو، يعني راه بزاف جول الشباب، يعني اعمار ديالهم كتراوح بين 22 حتى 45 وباقي الانسان كيقلب على طرف الخبز، يعني في عمل عيش كريم. هادشي اللي كيطالب منه شي، وكنطالبوا شي مسؤول. حنا كنطالبوا بالخدمه، ما طالبنا حتى شي حاجه، يعني حق مشروع. وسيدنا راه كيقول في الخطاب ديالو هو التشغيل ديال الجهه، ماشي ديروا لنا ترونسفير لجهه اخرى. هاد الناس راه حقرونا في بلادنا، والله حتى حقرونا في بلادنا، حشومه عيب عار. او حنا واش حنا جينا من شي دوله اخرى؟ وليت كنحس براسي لا سورينا في هاد البلاد. حتى شي واحد ما بغى يدير معنا شي حل، حتى شي واحد ما يوقف معنا. كنطلب من جلاله الملك محمد السادس ينصرنا على هاد الناس، حقرونا في بلادنا وما داروا معنا والو. حنا راه نصبوا علينا، حنا راه منصوب علينا، ماشي حنا كنكريسو كنشافرو كنقتلو. حنا ما بغينا حتى شي حاجه، وعدتونا بالخدمه خدمونا. انا ما غنتفكش حقي كشخص، ما نتفكش حقي، نموت يقتلوني نموت شهيد، المهم حقي ما نتهزاش عليه. حقرونا والله حتى بزاف، حتى وحق الله بزاف. شحال من شاب حتى شي غير هادشي، شحال من واحد يكون اسره عائله على قدها، شحال من واحد شرد عائله، وحشوهم بزاف والله حتى بزاف. الله ياخذ فيهم الحق. المهم حنايا دابا الاخوه اللي مجموعين هنايا، ماشي مجموعين شي حاجه، كنطالبوا بالخدمه ديالنا وبالشغل. اذا بينا كنعيطوا على الصحافه انهم يجيو يتحاوروا معنا، لان الناس هادو اللي كنا المسؤولين ديال المدينه ما عطاوناش فرصه باش يتحاوروا معنا. حنا التجأنا للاعلام باش ينصفونا ويتحاوروا معنا. ملي جينا نصفوا الاعلام باش ينصفنا، جاو شي بلطاجيه عندنا هنايا بداو كيحرضوهم، ما عرفتش شكون صيفطهم الله اعلم. حنا ما كنعرفوهمش هاد الناس اللي جاو دابا، جاو بغا يديروا لنا المشاكل، جاو بغا يديروا لنا شحال من العرقاله. حنا دابا انا باغيين والو، هاد الناس هادو كيطالبوا بالشغل اللي هو مطلب اساسي. درنا عده جلسات مع مجموعه ديال الجماعه هنايا، المهم الاخوان داروا مجموعه ديال الاجتماعات. كنقول لك اودي تمشي تلتحق بالمؤسسه، راه عندهم بزاف ديال لي زوفر، راه يقدروا يخدموكم. حنايا ما بغيناش هذوك لي زوفر، ما موافقوناش. كاين هنايا اللي مزوج ما يخليش ولادو يمشي لمدينه اخرى. حنا كنطالبوا بنخدموا في بلادنا، عندنا الثروه ديالنا في فوسفات في بلادنا ونخدموا في بلادنا. حنا ما كنطالبوش بشي حاجه اخرى، وكنطالبوا من سيدنا انه ينصفنا. وعاش الملك، هادشي اللي بغينا. حنا بغينا ما يخدمونا، والدراري راه غيضيعوا. حنا الشباب ديال المدينه راه كيضيع، الدراري كاين المخدرات، كاين اللي مشاو حرقوا. حنا ما بغيناش نحرقوا، حنا بغينا نخدموا في بلادنا، ما كنطالبوش بشي حاجه. المطلب ما كاينش مطلب، راه اساسي هو الخدمه. وعاش الملك، وقلنا سيدنا انه يتدخل في هذه القضيه. والملك راه كيوصي على الشباب في جل الخطابات ديالو، والشباب راه كيضيع. وهنايا راه كنناشدوا المسؤولين ديال المدينه بانهم يديروا معنا شي حل.